أصدقائي في كل مكان. بدأت العاصفة مبكرا، احنا كنا فاكرين ان هي هتتأخر شوية وتيجي يمكن على الظهر، ولكن زي ما انتم شايفين العاصفة بدأت مبكرا وبدأت تضرب أماكن كتير من الجي تي اي في أونتاريو. معنى كده ان احنا هنبتدي نشوف النهاردة كميات من التلوج بتختلف كميتها باختلاف المنطقة. زي ما احنا اتفقنا هيكون المنطقة الغربية من أوكفيل لبرلينغتون لهاملتون لنياجرا دي هتستقبل اكبر كميات من التلوج خلال هذا اليوم، يوم الجمعه. الكميات المنتظر وصولها من التلوج النهارده او من الجليد النهارده زي ما بنقول هتتراوح ما بين 10 ل 15 ل 20 لاكثر. وطبعا لازم تاخدوا الحيطه والحذر خلال القياده، خاصه في الوقت اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، هي المواعيد او الساعات او الدقايق الاولى لبدايه هطول الجليد. ليه؟ علشان دي بتكون اكتر وقت الطرق فيها هتكون زلقه شويه. المطلوب منكم ان انتوا تتمهلوا، لو انتوا سايقين افتحوا الانوار كلها، خلوا المساحات شغاله، اتاكدوا ان السائل بتاع تنظيف الزجاج الامامي موجود، وهتضطروا احيانا ان انتوا تشغلوا الهيتنج على الازاز اللي ورا عشان تقدروا تشوفوا. افتكروا كويس ان اهم شيء في العواصف اللي فيها ثلج وسنو وخلافه ان تكون المرايات الجانبيه واضحه، ان يكون الزجاج الجانبي واضح، وطبعا الامامي واضح والورا واضح. واضح هنا بمعنى ايه؟ بمعنى ان مفيش حاجه تعوخ، ما تخلوش التلج يتراكم. واهم شيء خلوا بالكم امشوا اقل من المطلوب، لان ده مهم كتير. ربنا يجنبكم السلامه، اما اللي ماشيين فربنا معاهم، لان في احيانا ماشيين زي ما احنا ملاحظين يمكن في الفيديو، كان واحد ماشي على رجليه في وسط هذا الجو. ادعوا له ربنا يوفقه وربنا يوصله بالسلامه، وربنا يعين كل اللي بيقدر يمشي على رجليه في هذا الجو اللي يمكن مش برد قوي، ولكن العناصر او العوامل الجوية بتخلي الجو اصعب بكتير. تمنياتنا بكل السعادة والصحة، وطبعا تمنيات اخرى بمارش بريك او اجازة نصف العام. ولا تنسوا الاشتراك، لايك اند شير. هوا تورونتو دايما، هوا تورونتو معكم في كل مكان. هوا تورونتو معكم أينما كنتم.